بين آلات التصنيع المختلفة وأجهزة ومختبرات الجودة تواصل أكثر من 4000 موظفة سعودية أعمالهن من داخل المدينة الصناعية الثانية بالرياض التي تشرف عليها الهيئة السعودية للصناعات مدن. طبعا بنقيم المنتج على كذا مرحلة، بنقيمه على كمنتج منذ استلام المواد الخام، بنقيمه، بنتابع شهادة الحلال، بنتابع شهادة الجي ام او انه خالي من الجي ام او، المواد الوراثية بنتابعه، بنقيمه كمنتج نهائي للمستهلك، وفي المختبر عندنا تحاليل الكيميائية والفيزيائية. تسهيلات وحوافز كبيرة منحتها المصانع لتشجيع الفتيات على العمل خلال الفترة الماضية التي شهدت إجراءات حكومية من بينها منع التجول. لا، من ضمن المحفزات التي قمنا بها للموظفات يعني محفزات بشكل يعني تقليل ساعات العمل، تقليل ساعات العمل، وبإمكان الموظفة تعمل عن بعد في حال أنها تستطيع أن تعمل عن بعد، كذلك في حال لم تتمكن من الحضور بسبب المواصلات والتصريحات قمنا بإعفائها بعدم الحضور. المصانع منحت الفتيات حرية العمل في ظل الأزمة من عدمها بحسب ظروف كل موظفة وإمكانية مواصلتها العمل في هذه الفترة لمدة لا تتجاوز 6 ساعات يومياً وفق إجراءات احترازية فرضتها الجهات الصحية. حياة الغامدي، العربية، الرياض.